طبعا من المؤكد أن بغداد إذا ما ذهبت الفصائل المسلحة للتصعيد ستجد نفسها في موقف معقد وصعب جدا في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولا بسبب عجزها عن حماية الجنود الأمريكان الموجودون في القواعد العراقية والموجودون طبقا للاتفاقات بين العراق وبين واشنطن، اتفاق الإطار الاستراتيجي، إضافة إلى دعوة العراق رسميا، وزارة الخارجية العراقية عبر مجلس الأمن الدولي لتشكيل تحالف دولي للحرب على الإرهاب بعد احتلال داعش لثلث العراق في 2014 حزيران. إذا ما تذهب هذه الفصائل لتوجيه صواريخ أو طائرات مسيرة أو اعتداءات أو متفجرات أو مختلف أشكال المواجهات المسلحة، فمن المؤكد تشكل كل هذه الانتهاكات انتهاكات خطيرة للاتفاقات الدولية والأمريكية للعراق، ولا ننسى أيضا الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي ومع مختلف الدول، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، هناك 82 دولة جزء من التحالف الدولي للحرب على الإرهاب. أيضا اليوم السيد نصر الله في خطابه أشاد بجهود المقاومة العراقية وقصفها للقواعد الأمريكية وكذلك للحوثي وإطلاقه الصواريخ باتجاه إسرائيل. إذا هذا ممكن يكون عامل مشجع لفصائل المقاومة العراقية للذهاب أبعد نحو توجيه ضرباتها نحو الوجود الأمريكي، المصالح الأمريكية، السفارة الأمريكية، وليس فقط بالعراق لكن على صعيد منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث توجد 45 قاعدة عسكرية أمريكية في الواقع، إضافة إلى 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط والخليج العربي بصورة خاصة. إذن سنذهب إلى مواجهة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن هذه الفصائل هي جزء أو امتداد من الحرس الثوري الإيراني، ولا تمثل القيادة العامة للقوات المسلحة ولا السياسة العراقية.